احمد عشان اشوف المنسق العام للجبهه وبمشاركه الجميع والاستاذ ناصر ابو علي في الجبهه والاخرين والاساسيين حتى لا انسى احدا يعني كل الموجودين كان لنا دور بارد يعني في تكفير بعض المساجين والتوعية لبعض المساجين مثلا عملنا نجمة الجهات الرسمية كانت ندوة موفقة وكان هناك اعتصام وجبهة عظيمة في حق الشعب المصري بكافة أصنافه حتى يعني كل مواطن مصري يرى مبارك مجرما لأنه جاء باع الغاز لإسرائيل مجرما لأنه طبع مع إسرائيل مجرما لأنه أفقر الشعب وجرف ثروته لصالح كل باغية أجرم لأنه قتل وعذب الشهداء المساجين المعتقلين السياسيين في السجون أجرم لأنه نعم أمرض الشعب المصري يعني التهم متنوعة كل يرى جريمة مبارك كما يرى مبارك ليس مجرما عاديا مبارك هو منظومة إجرام متكاملة يعني أنا أرى أن الرئيس تقريبا الوحيد الذي اتفق عليه العالم والعقلاء غير المستفيدين أن لازم لما تيجي نقول أنه إحنا عايزين نقيس مبارك ووضع مبارك في قائمة المجرمين هنقول أنه مبارك اتفق عليه الجميع على أنه مجرم وأنه هو زعيم عصابة نحن نرى أنه مبارك هو زعيم عصابة هو زعيم عصابة لأنه كل رجال حكم قابعون في السجون هو خائن لأنه كان مبادئ جمهورية وأراد توريث البلاد لنجله هو لص سرق أموال البلاد مهما كانت ولو كانت 1000 جنيه هو قاتل قتل المتظاهرين قتل المعتقلين في السجون في عمليات الدهم.